هيحصل ده ولا مش هيحصل؟ والله الأسطورة قالت كده، الله أعلم هتحصل ولا لا يعني. طيب أبطال الرواية بقى بيجمعهم أسطورة ولا أكتر من أسطورة؟ يعني تقولي مع كل فصل بتتكلمي بتبدأي بالأسطورة، أسطورة. لكن هل كلها أسطورة واحدة في النهاية بتتكلمي عنها، ولا إيه علاقة الأساطير بالأبطال؟ أنا مش هحرق الرواية ولا عليك. حاجة، بس يعني عايزة برضو أعيش جواها شوية. هي الرواية فيها مفاجآت، فأنا عشان كده ما بحبش أتكلم عن تفاصيلها، لأن أنت بتتفاجئي في كل يعني كل مرحلة بمفاجأة ما كنتيش متوقعاها يعني. لا، هو اللي بيربط أبطال الرواية أكتر من الأسطورة الحقيقة، اللي بيربط أبطال الرواية حاجة جميلة جدا، الحلم. إن كل واحد فيهم عنده حلم، وكل واحد عنده واحد عايز يتخلص من يعني عايز يتخلص من الموروثات اللي مكبله حياته، واحد عايز يحقق حلم ابوه، يعني مش عايزه اخش بتفاصيل، ولكن كل واحد فيهم عنده حلم وبيلتقوا من خلال حلم واحد، يعني هو كل واحد عنده حلم زي ما يقول اون هيز اون، او هو عنده حلم هو، ولكن في النهايه بيجمعهم حلم واحد، الحلم ده لو تحقق تتحقق احلامهم الاربعه. صحيح. ف يعني باختصار. طيب ما تحرقيش، تعالي نروح شوية لجانب، يعني بتعتبري انك متحيزة بشكل او باخر للمرأة؟ يعني بصي رواياتك دايما فيها تحيز للمرأة، على فكرة مش عيب، انا مؤيدة وانا كمان متحيزة، بس كلميني عن الجانب ده في رواياتك. بس يمكن انا قلت ده كتير جدا، انا يعني ضد فكره يقول لك السكات كاتبه نسويه، يعني لا انا انا ما لا بحبش لا دي ولا انا الجمله دي انا خالص. مع فكره الادب النسوي، والادب النسوي اللي هو كتب عنه احسان عبد القدوس، واحسان عبد القدوس يعني استاذنا طبعا يعني طبعا مع حفظ الالقاب، هو رجل وكتب عن المراه ودافع عن قضاياها، فاذا فكره قضيه المراه طبعا اتصدى لها وادافع عنها يعني بكل فخر، وطبعا عندي في كل روايه لازم يكون بطله متمرده شوية وعندها أحلام وقادرة تكسر التابوهات وتحقق أحلامها دي دايما يعني. فطبعا متحيزة لقدر المرأة سواء في مقالاتي أو في رواياتي، ما أقدرش أنكر ده، مش يعني زي ما احنا متفقين، لا مش فكرة تصنيف قد ما هو فكرة إن قضايا المرأة مهمة جدا، لأن المرأة مش بس نص المجتمع، هي المجتمع كله الحقيقة. صح، فالقضايا يعني شئت أم أبيت يعني بالظبط هنعمل كده، إيه؟ مش هنعمل إيه؟ قصدي نضايق حد هنعمل إيه؟ يعني. لكن وأم الحقيقة البنات أنت كمان بالظبط بقى كده، يعني. يعني لا ده بقول لك حقيقي، إيه؟ بقول وهم لك إيه؟ على فكرة هم فيمنس بقى جدا الاثنين يعني، يعني هم مع قضايا المرأة بشدة، أو الأجيال الجديدة كلها كده كلهم على فكرة أقوى مننا، رجالة وستات، ده حقيقي، الولاد والبنات عندهم كده دلوقتي تحضر ووعي بالقضايا. ودي حاجة مبشرة بالخير جدا على فكرة، إن هم دايما يبقى في جيل أقوى من الجيل اللي قبله، وإحنا أقوى من جيل أمهاتنا، وهكذا يعني دايما صحيح. بيولد جيل أقوى من اللي قبله يعني، فطبعا متحيزة. طيب لو سألتك كده دلوقتي، ايه الظواهر الاجتماعية اللي بتخص المرأة وتبقي حابة انك تسلطي عليها الضوء في رواية من رواياتك، ولا ما انتيش لاقية حاجة مبشرة عشان كده بتروحي للحقب التاريخية القديمة؟ وخليني اقولك ان ده بشكل او بآخر برضو سؤال، هو ليه بتتجهي للحقبة دي انا اولا او انا الوقت ده؟ يعني بصي انا بحب التاريخ جدا، وبشوف دايما ان التاريخ القديم تعبير عن الامس واليوم وغدا، التاريخ بيعيد نفسه بكل الاشكال، هتلاقي مثلا يعني ما حدث من في الحقبة مليون سنة هو اللي حصل بعدها بألف سنة، هو اللي هيحصل بعدها بمئة سنة، تاريخ يعني ايه بيعيد نفسه. التاريخ بيعيد نفسه بشكل مختلف بشخوص مختلفة، ولكن هتلاقي الأحداث متعاقبة ومتلاحقة في حاجات كتير جدا يعني، وهتلاقيهم شبه بعض يعني، هتلاقي اللي قرأ تاريخ دايما يقول لك ايه أصل هو كان شايف اللي هيحصل بكرة، أصل هو قاري تاريخ كويس، فالحقيقة اللي قاري تاريخ كويس قادر يعبر عن ده. بحب قوي أكتب عن التاريخ، لأن دايما في شخصيات منسية في تاريخ العالم كله مش بس في تاريخ مصر، فيعني التاريخ بيكتب زي ما احنا بنقول دايما بيكتبوا المنتصرون، حتى لو المنتصرون دول ما هماش بيقولوا الحقيقة، صح. ولكن الحقيقيون بقى الناس الحقيقية اللي موجودة في الحقب دي ممكن تكون اتنسوا، وانا بحب قوي اسلط الضوء على الناس اللي دايما تاريخها منسي او مش ظاهرين. بالنسبة لموضوع المرأة، لا طبعا المرأة فيه هناك كثير يعني احب اتكلم عنه، من اهم القضايا اللي نفسي الحقيقه الملف ده يعني ينتهي في مصر، مثلا ملف التحرش اللي احنا اخذنا فيه طبعا شوط كبير جدا وتقدمنا فيه بشكل جيد جدا، على ولكن المستوى التشريعي والقانوني بالظبط لكن لكن على مستوى الشارع، والاجتماعي برضو بقى في يعني وعي شويه، ولكن بس ما زال النهارده لسه في بيحصل. العيد عند السينما في الافلام اللي مش عارف ايه دايما تلاقي ولد واقف يتحرش ببنت، ما تفهميش هو ده شكل العيد يعني، الموضوع ده محتاج يتغير تعليميا واجتماعيا
اجتماعيا. وانا دايما اقول اللي بتربي ولد في البيت هي ام. يعني لما اقدرش اقول اصل الراجل اتربى على ان هو بيقول لاخته او مراته او بتاع لا ما تعمليش كده انا راجل، لان اللي ربيته ست، فاذا تلام الست. بالظبط، يعني انت لازم تربيه، انت اللي ربيتي وربيتي غلط. يعني انت لازم الراجل يبقى فاهم ان هو زي الست. طيب